أهلا بكم متابعي النهار العربي. المشهد السوداني ليس بالسهولة التي يخلها البعض، ليست قصة صراع فقط بين جنرالين ولا هي قصة معارك، القصة أعمق وقد تكون أكثر تعقيدا بما لا يقتصر فقط على المشهد السوداني، إنما أيضا يطال الإقليم، إنما يطال ما هو أبعد حتى من الإقليم السوداني. في حلقة اليوم من بودكاست الآن وبعد نتحدث مع مديرة تحرير الأهرام المصرية وهي متخصصة بالشؤون الإفريقية الدكتورة أسماء حسيني عن المشهد الميداني، نتحدث كذلك عن الوساطة، نتحدث عن أهمية الجديد المتمثل بدارفور وقبائل دارفور، ما الذي يجري، ما الذي يمكن أن يوقف أزيز الرصاص. دكتورة أسماء الحسيني أهلا وسهلا بك عبر منصات النهار العربي. أهلا وسهلا أستاذ خلدون، التحية لك ولكل مشاهدي النهار العربي. شكرا جزيلا. دكتورة أسماء، بداية من الميدان، هل صحيح ما يقال أن قوات الدعم السريع تسيطر على الأرض في المقابل يسيطر الجيش على الأجواء؟ يعني المعارك يبدو أنها سجال وأنها كر وفر بين الطرفين، هناك طبعا بيانات متضاربة، هناك ادعاءات كثيرة في هذه المعركة، هناك حرب نفسية يشنها كل طرف من الطرفين المتصارعين في السودان تجاه الطرف الآخر بهدف حشد الأنصار وبهدف إرسال رسائل للداخل السوداني حول أنه هو الذي يسيطر على الأرض، وأيضا للخارج الإقليمي والدولي أنه الجهة التي يجب أن يتم التفاوض معها. لكن يبدو أن هذه المعارك هي تدور على حساب ملايين من البشر الآن محاصرين في السودان، وخصوصا في العاصمة الخرطوم المكتظة بالسكان وهي حرب شوارع ومدن، وبالتالي يصعب أن يحرز فيها أحد تقدم ساحق على الطرف الآخر دون أن يكون هناك تكلفة باهظة جدا لهذا القتال. نعم دكتورة أسماء الحسيني، هذه المرة السادسة التي يحكى فيها عن هدنة إنسانية، ولكن أيضا الهدنة الإنسانية لا تصمد وتسقط على وقع أزيز الرصاص. ما الذي يمكن أن يوقف تطلع الجنرالين إلى السلطة بما حقيقة يرسي هدنة إنسانية بكل معنى الكلمة؟ نعم بالفعل هذه هي الهدنة السادسة، هدنة تلو أخرى، وكلا الطرفين يعلن أنه سيلتزم بالهدنة وأن على الطرف الآخر أن يلتزم بها، ولكن في حقيقة الأمر أن هناك خروقات واسعة وانتهاكات واسعة لهذه الهدنة، ويأتي ذلك على حساب أبرياء لا ذنب لهم يصدقون أن هناك هدنة، وربما يخرجوا من أجل قضاء احتياجاتهم الأساسية للحصول على الغذاء، على الطعام، على الدواء، للوصول إلى المستشفيات، ربما لمواراة أحبائهم الثرى لأن الجثث كانت في الشوارع وتعفنت دون أن يتم مواراتها، أكثر من 500 قتيل حتى الآن، الأمر صعب ومأساوي للغاية، والطرفين لا يلتزمان بالهدنة لأن هناك متشددين في كل طرف من الطرفين يعتقد أن الهدنة هي استسلام، أن الهدنة هي إتاحة الفرصة للطرف الآخر لإعادة ترتيب أموره، كل طرف من الطرفين يريد أن يسحق الطرف الآخر تماما ويقضي عليه في معادلة صفرية، وأعتقد إنه الحسم العسكري يعني لا يحسم الأمور في السودان. السودان البلد الذي عانى على مدى عقود طويلة منذ استقلاله عام 56، وربما حتى قبل استقلاله بعام نشبت الحرب الأهلية في الجنوب، ثم كانت الحروب في دارفور وبعدها جنوب كردفان والنيل الأزرق وصراعات في الشرق والشمال، أمور عديدة لم يتم حسمها أبدا عن طريق الحل العسكري، رغم أنه كانت هناك يعني أطراف أقوى عددا وعتادا وعدة وأطراف دولية تدعمها، لكن في النهاية وحدها فقط الطرق السلمية التي يمكن أن تفضي إلى طريق للتفاوض. وفي السودان البلد المتعدد فعلا يعني بلد يعني شديد التعقيد، متعدد متنوع الأجناس والأعراق والقبائل والإثنيات وأيضا الأحزاب والتوجهات السياسية، وبالتالي أن يكون هناك فرض لحل عسكري من الصعوبة بمكان، هناك حاجة لأن يكون هناك حل مركب يستطيع أن يتم التوصل إليه الأطراف، لكن بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار عبر ضغوط دولية مكثفة وأيضا من أطراف في الإقليم تربطها علاقات قوية بهذا الطرف أو ذاك وتستطيع أن تضغط عليه. نعم، ليس بيد حميدتي ولا بيد البرهان وقف هذه المعارك الآن باعتقادك دكتورة أسماء الحسيني،
الحماس كذلك. يعني نسمع بعض الأخبار الواردة بأن الطرفان قد يكونان أمام موافقة على هدنة، على تسوية معينة، ولكن هذه الأخبار لم تثبت دقتها حتى هذه اللحظة، أليس كذلك؟ الشروط ليست واقعية. نعم، يعني كلما يعني طال أمد النزاع كلما تعقدت الأمور أكثر فأكثر. الآن تدخل أطراف أخرى على خط الأزمة، وكلنا رأينا يعني الحديث عن الإسلاميين من فلول النظام السابق الذين خرجت قياداتهم من سجن كوبر، وطلعنا السيد أحمد هارون الذي كان وزيرا في حكومة الرئيس السابق المعزول عمر البشير، وهو أيضا مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وهو يوجه رسالة بأنهم مستعدون لل يعني مساندة الجيش في هذه المعركة. دخول أطراف على خط الأزمة يعقد الأمور، وأيضا تمدد القتال كما رأينا يعني في دارفور، تدخل قبائل وتدخل أطراف، هناك أطراف مسلحة عديدة، جيوش للحركات المسلحة، بعضها انضم لاتفاقية سلام جوبا عام 2020، وبعضها الآن لم ينضم لهذه الاتفاقية، من أبرزهم حركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وهناك أيضا حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. أي أن هناك أطراف عديدة، وهناك أحزاب وقوى مدنية، وهناك أيضا الشارع السوداني الذي يعني قاد يعني أو شارك وقام بثورة كبيرة رفعت شعارات الحرية والسلام والعدالة، وهو لا يريد أن يتخلى عن هذه الشعارات، والآن تتشكل في السودان جبهة عريضة من أجل وقف الحرب، ومن أجل محاربة خطابات الكراهية والعنصرية، ومن أجل التوصل إلى مائدة مفاوضات تفضي إلى حل لهذه الأزمة وليس عبر السلاح. طيب. دكتورة أسماء الحسيني، مديرة تحرير الأهرام المصرية والمتخصصة بالشؤون الإفريقية، تحدثت عن ثلاث نقاط مهمة جدا في معرض إجابتك على هذا السؤال. تحدثت عن الجماعات الإسلامية، عن قبائل دارفور، وكذلك عن العنصر المدني الذي يمكن أن يلعب دورا في وقف هذا الاقتتال. بداية مع هذه الجماعات المسلحة الإسلامية التي قلت أنها يمكن أن تنضم إلى جانب الجيش، حتى هذه اللحظة ليس هناك ما يؤكد، هل تقصدين بها تعبير الكيزان؟ هل هو هذا التعبير بالتحديد؟ يعني بين الإخوان، بين الجماعات الإسلامية بالتحديد، هل يمكن الجزم بأنها قد تكون إلى جانب الجيش، أم هذه فقط تحليلات لا أكثر ولا أقل؟ نعم، يعني الكيزان هو يعني لقب أو مسمى يعني أطلق على الإسلاميين في السودان، الحركة الإسلامية السودانية التي حكمت على مدى 30 عاما من حكم نظام الرئيس السوداني عمر البشير منذ انقلاب عام 89 وحتى الثورة التي أطاحت بالرئيس البشير عام 2019. وهؤلاء الإسلاميين الذين حكموا، الذين كانوا يسمون الجبهة الإسلامية ثم نظام الإنقاذ، تسميات عديدة، لهم أنصار وحلفاء أيضا من حركات إسلامية أخرى، وكان تشكل ما يسمى بالتيار الإسلامي العريض. الآن بدأت بعض هذه الأصوات المتشددة في يعني حلفائهم الإسلاميين تظهر، وبعضهم يعني يصدر فتاوى تريق دماء بعض القيادات المعارضة التي تقف إلى جانب الدعم السريع. بالطبع الإسلاميين يعني في السودان يعني كانوا يخشون أن العملية السياسية الجارية التي تم بناء على الاتفاق الإطاري أنها ستستهدفهم، لأنه من أول أو أهدافها كانت هي محاربة وإزالة تمكين النظام السابق، وفي الفترة الانتقالية الأولى يعتبرون أنه تم استهداف قيادتهم، بعضهم سجن كما الرئيس البشير ومساعديه ومعاونيه بتهمة الانقلاب على نظام ديمقراطي عام 89 والإتيان بحكم الإسلاميين إلى السلطة. وكان أيضا تم يعني وضع يعني التحفظ على أموال وممتلكات، فبالتالي هم كانوا يخشون بالفعل أنه هذه العملية السياسية الجارية ستكون على حسابهم، وربما كان هناك تصريحات عديدة لهم حتى قبل نشوب الصراع أنهم لن يسمحوا لهذه العملية أن تتواصل. نعم.
هذا في جانب، يعني ثمة من يقول أن الكيزان يحاول أن يفرض نفسه على الجيش، ولكن الجيش ينفي هذه التحليلات وهذه الاتهامات. ثمة من يقول أن الكيزان يحاول أن يلتصق ببعض الجيش وليس كل الجيش، هناك الكثير من الكلام بهذا الإطار. ولكن ننتقل إلى نقطة مهمة قد تكون أيضا تمثل عنصر حسم، هو دارفور وقبائل دارفور. تحدثت دكتورة أسماء الحسيني مديرة تحرير الأهرام المصرية عن أن هذه الجماعات المسلحة الوازنة التي كان لها دور ربما في تاريخ السودان في السابق، اليوم قد تعود وتدخل في هذا القتال، خصوصا أن حتى هذه اللحظة لازالت محايدة. من يمكن أن يستفيد من قبائل السودان فيما لو دخلت في هذه المعارك؟ نعم، يعني لن يستفيد أحد، سيكون حجم التفتت والتمزق والخسارة والتدمير الذاتي فادح جدا على كل السودانيين. يعني دارفور كما السودان كله يعني هو تركيبة معقدة، كان يتم الحديث أثناء الحرب في والتمرد في دارفور الذي نشأ منذ عام 2003 عن قبائل عربية وقبائل أفريقية. بالطبع هذا التقسيم ليس يعني جازم مانع، لأن هناك تصاهر وتزاوج وهناك أصول مشتركة ومصالح وتعايش، لكن للأسف في أوقات الحروب يتم استدعاء كل هذه الاختلافات وليس المشتركات بين الناس. وبالتالي الآن بالفعل هناك حركات مسلحة في دارفور، وبعضها الآن السيد مني أركو مناوي رئيس تحرير السودان هو حاكم إقليم دارفور، والسيد الدكتور جبريل إبراهيم هو وزير المالية، وهذه الحركات هي كانت أقرب يعني المكون العسكري عندما تم يعني انفصام المكون العسكري على المدني في إجراءات 25 من أكتوبر. لكن الآن هي وقفت تقريبا، يعني أعلنت أنها على الحياد. يخشى أنها تنزلق إلى هذه المعارك، ويخشى أيضا أنه العنف القبلي الذي لم يتوقف في السودان حتى بعد الثورة، كانت هناك انفلات أمني وأوضاع مضطربة والعنف كان مستمر والضحايا كانوا بالمئات في كل أنحاء السودان وخصوصا في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وفي شرق السودان أيضا. هناك مخاوف بأنه يعود هذا التقسيم ويعني يتم الاستثمار في هذه التباينات العرقية والقبلية. طبعا السيد حميدتي كان نائبا لرئيس مجلس السيادة، وكانت حركته واسعة جدا خلال كل فترة حكم الانتقالية، هو الذي كان يقود مفاوضات السلام مع هذه الحركات المسلحة في جنوب السودان، وهو أيضا الذي كان يقود المصالحات القبلية في دارفور وغيرها حتى وقت قريب للغاية. أعتقد أنه له نفوذ واسع، وطبعا هو ينتمي إلى قبائل عربية، هذه القبائل العربية يعني تتمدد من ليبيا إلى تشاد إلى النيجر إلى مالي إلى أفريقيا الوسطى. إذا ما تم استدعاء هذه الامتدادات السكانية والعرقية والقبلية سيكون الأمر صعب للغاية، لا أحد يريد للحرب أن تتمدد أكثر من ذلك، لأنه نتائجها ستكون كارثية ليس على السودان وحده وإنما على كل امتداداته العربية والأفريقية، وسيهدد أمن وسلام المنطقة كلها. هي ورقة قوة بيد حميدتي القبائل الموجودة في دارفور دكتورة أسماء الحسيني، الجيش لابد يدرك أهمية هذا الوضع، لذلك حاول قطع الطريق على ما يسمى خزان الإمداد لقوات الدعم السريع، هذا التحليل المنطقي أليس كذلك؟ نعم طبعا، يعني قبائل معه وقبائل يعني أيضا ربما تكون ضده، يعني الأوضاع في السودان شديدة التعقيد، وليس هناك مفر من حل سلمي يوقف نزيف الدم ويوقف هذه الحرب المدمرة، هي ما يسمى التدمير الذاتي، تدمير لمقدرات البلد ولأبناء الشعب السوداني في الطرفين المتقاتلين وأيضا في المدنيين الذين لا ذنب لهم. في حكاية مشهورة جدا، يعني شاب سوداني كتب رسالة على السوشيال ميديا ووصلت يعني تأثيرها كبير، هو له أخوين أحدهما يعمل في إطار الدعم السريع والآخر في منضوي في صفوف الجيش السوداني،
فبعث رسالة لأخويه يقول لكل واحد منهم: إذا التقيت أخاك قاتلا أو مقتولا على جبهات القتال أو آسرا أو مأسورا، فأرجوك إنك تبلغه سلامي وأن تخبره عن أحوالنا كذا، ويعتبر نفسه إن هو المتضرر الأكبر من هذه الحرب لأنه مهدد أن يفقد أخويه. وهكذا هو الشعب السوداني، عموم الشعب السوداني يرفض الحرب ويكرهها لأنه عانى عقود طويلة من يعني بحار من الدم خاض فيها في الجنوب وفي دارفور، وزاد فيها خيرة الشباب السوداني. هو لا يريد لهذه الحرب أن تطول نعم أو أن تتمدد، ويريد أن يكتب لنفسه عهد جديد ويقام بثورة سلمية سقط فيها قتلى وشهداء، لكن لم ينجرفوا إلى العنف لأنهم كانوا يريدون أن تبقى الأمور سلمية. فإذا بهذه الحرب الآن تنفجر وتأخذ في طريقها الجميع، والشعب السوداني الآن يعني بالفعل يعني حركة واسعة من أجل المناداة بوقف الحرب، وأعتقد أنه هذا هو الطريق الأسلم. لكن هو يناشد أيضا الإخوة والأشقاء والمجتمع الدولي أن يمارسوا ضغوطا قوية على الطرفين من أجل وقف الحرب التي ستكون لها تداعيات كارثية بكل معنى الكلمة. نعم دكتورة أسماء الحسيني، نتحدث الآن، نفتح صفحة الوساطة. طبعا هناك لاعبون كثر في المشهد السوداني، لاعبون من الإقليم، عرب، كذلك لاعبون دوليين، ولكن السؤال المهم: من هو الطرف الذي يمكن أن يكون عنصر ثقة ويكون محايدا بما يقود إلى أن يقبل به الطرفان المتنازعان؟ هل هي الصين؟ إذا كانت الولايات المتحدة تأخذ طرف، روسيا كذلك، هل الصين يمكن أن تلعب هذا الدور؟ خصوصا أن لها علاقات، نتحدث عن الاقتصاد، وحتى الآن يعني طرفا الصراع نوعا ما يؤكدان الحيادية الصينية. ما رأيك؟ نعم، يعني الطرفان كل طرف يبدي تجاوب مع المبادرات المطروحة، لكن تعدد المبادرات المطروحة مضر لأنه يمكن أن يتيح للطرفين التلاعب على هذه المبادرة أو تلك. ثانيا، أن المبادرة المطروحة يجب أن تملك أوراق ضغط حقيقية على الطرفين، وأن تكون بالفعل يعني لدى الطرفين ثقة فيها أو على مسافة واحدة من الطرفين. ممتاز. الآن هناك أطراف عديدة تطرح مبادراتها. على ما يبدو هناك تنسيق أمريكي سعودي في المقام الأول، بدأ من الهدن التي يتم طرحها، وأيضا التنسيق في إجلاء الرعاية وغيره. وهناك مبادرة الإيجاد اللي أعلنت من أول لحظة أنها سترسل 3 من رؤسائها، رئيس جنوب السودان وكينيا وأيضا جيبوتي، من أجل التواصل مع الطرفين. لكن طبعا كانت المطارات مغلقة، وأيضا ليس هناك وسيلة ربما للوصول، لكن رئيس جنوب السودان قال أنه اتصل بالطرفين وأنهم على استعداد للمجيء إلى جوبا لكي يناقشان الأمر. هناك أطراف عديدة تطرح نفسها، ولكن طبعا من هذه المبادرات المبادرة الإسرائيلية. يعني إسرائيل هي على علاقة بطرفي القتال وتقول أنها تستطيع أن تتواصل معهم، ويعني تصل إلى تهدئة مجموعة فاجنر، يعني وسطات يعني عديدة جدا من دول إلى مجموعات إلى يعني وسطات غريبة فعلا. تمام. لكن الصين، أنا أعتقد إن الوساطة يعني القادرة فعلا على إن الوضع في السودان وتعقيده ورغبة الطرفين في كل طرف أن يسحق الطرف الآخر ويقضي عليه في إطار معادلة صفرية تستلزم أن تكون الوساطة المرجوة أو الوساطة اللي يكتب لها النجاح والفاعلية هي وساطة من مجموعة عناصر مؤثرة. أعتقد إن الولايات المتحدة بالتعاون مع السعودية والإمارات ومصر، ويعني ويمكن أن يكون أيضا الاتحاد الأفريقي جانبا، لأن الأمور في السودان الآن أكبر وأعقد وأكثر خطورة من أن يكون هناك حالة استقطاب دولي أو إقليمي بشأنها. الآن يعني كانت الأوضاع في إثيوبيا المجاورة ربما يعني نموذج للمخاطر التي كانت تهدد المنطقة، وحركت الولايات المتحدة الاتحاد الأفريقي كان في الواجهة ومعه دول في الإقليم نيجيريا وكينيا، لكن هي الداعم الرئيسي كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتم التوصل لوقف إطلاق نار وبداية وحلول سلمية يجري الآن العمل بشأنها.
السودان ربما تكون الأوضاع أكثر تعقيدا، لأنه الطرفين المتقاتلين ليسا الطرفين الوحيدين. كما ذكرنا هناك حركات مسلحة عديدة، هناك مجتمع مدني وأحزاب سياسية أيضا لها ثقل ويجب أن تكون يعني جزء من الحل القادم، وهناك الشعب السوداني وأهدافه وتطلعاته التي يسعى إليها، ويجب أن يؤخذ كل هذا في الاعتبار ولا تتم الحلول على أساس إبقاء الطرفين المتقاتلين في قيادة، أو يعني يعيدان لصق الطرفين معا، وهو يكون وضع قابل للانفجار إذا لم يتم معالجة الأمور الحقيقية التي أدت إلى نشوب هذه الحرب وهذا الصراع الدامي المدمر. إذن دكتورة أسماء الحسين، مديرة تحرير الأهرام المصرية، المطلوب مبادرة واحدة تجمع عدة أطراف وليس مجموعة مبادرات قد تكون متعارضة يستفيد منها الطرفان على الأرض، هذا ما تذهبين إليه. وقد تكون نعم. الآن الأكثر جدية هي المبادرة السعودية الأمريكية الإماراتية المصرية. نعم، يعني بالمقدر. يعني أعتقد أنه انضمام مصر ودولة الإمارات إليها مهم، وأيضا الجانب الأفريقي يجب أن يكون موجود، الإيجاد أو الاتحاد الأفريقي. طبعا السودان عضويته أيضا موقوفة في الاتحاد الأفريقي، لكن المفوض الاتحاد الأفريقي السيد موسى فاكي أيضا يتحرك، وبالتالي هناك حاجة لتجميع هذه الدول المؤثرة وهذه المجموعات المؤثرة، والجامعة العربية أيضا كانت قد دعت إلى تهدئة. الحل في السودان ليس فقط على الجانب السياسي، هناك وضع إنساني مأساوي الآن صحيح. يستدعي من جميع هذه الجهات التحرك بفاعلية من أجل إغاثة ونجدة وإنقاذ حياة ملايين البشر كانوا مهددين أصلا قبل اندلاع هذه الحرب. 16 مليون نسمة كانوا يعتمدون على إعانات الأمم المتحدة وعلى حافة الجوع، المستشفيات لا يعمل منها الآن، والمرافق الصحية سوى 15% كما أعلنت منظمة الصحة العالمية. الوضع شديد المأساوية، والناس الآن في السودان يموتون ليس فقط بالمدافع والرصاصات، وإنما بسبب نقص الأنسولين والأدوية صحيح. المنقذة للحياة، وبالتالي وبالجوع. وفي بلد ملتقى النيلين في الخرطوم، ملتقى النهرين، الآن ناس يموتون عطشا لأنهم لا يتصلهم المياه الصالحة للشرب، وبالتالي هناك حاجة لجهد دولي كبير جدا من أجل وقف إطلاق النار، دائم لإطلاق النار، والذهاب إلى مائدة حوار تفضي إلى حل، سيكون يجب أن يكون حل مركبا هل أنت متفائلة يستطيع دكتورة أسماء، متفائلة بذلك؟ هل أنت متفائلة بهذا الحل القريب أم يصعب التنبؤ بمثل هذا الاحتمال؟ للأسف الآن هناك ما يشبه الصراع والتنافس، ويعني بين دعوات الحرب ودعوات المعادلة، الداعين للمعادلة الصفرية ألا يتقف هذه الحرب دون أن يقضي على الطرف الآخر وهو يعتقد أن ذلك قريب للغاية، وبين الداعين للتهدئة والهدنة ووقف إطلاق النار والتسويات السلمية والوساطات. وبالتالي هناك أطراف متنافسة، وكل طرف يعمل بجد من أجل هذا المبتغى، ولذا يظل حياة الشعب ملايين من الشعب السوداني ومصير السودان نفسه وبقاؤه كوطن موحد مستقر هو الآن على المحك. وأعتقد أن من يحكم ذلك هو مدى قدرة الأطراف الدولية والإقليمية على العمل سريعا لوقف هذا التدهور المريع. وهناك الآن شكوك وعتاب ويعني إحساس بالمرارة تجاه الجهود الدولية والإقليمية من قبل قطاعات واسعة في الشعب السوداني، ترى أن الهم الأول للمجتمع الدولي هو إجلاء رعاياه، وللإقليم طبعا إجلاء رعاياهم من السودان، أما الشعب السوداني فليترك هو وبلاده يواجهوا مصيرهم. أعتقد أن ضغوط قوية مكثفة على الطرفين يمكن أن تفضي إلى وقف إطلاق نار ومن ثم الذهاب إلى حل. بالطبع هذا الحل سيستغرق وقتا وسيحتاج إلى أن يكون حلا مركبا، يعني ليستطيع أن يواجه كل هذه التعقيدات التي تحيط بالمشهد السوداني، وأن يكون يحظى بأكبر توافق حتى يستطيع أن يكتب له الديمومة والاستمرار، وليس كما الحلول السابقة التي كانت سرعان ما تنهار. نعم.
دكتورة أسماء الحسيني، مديرة تحرير الأهرام المصرية والمتخصصة بالشؤون الإفريقية، سعدنا جدا بهذه القراءة عبر النهار العربي. شكرا جزيلا لك ضيفة عزيزة عبر منصات النهار العربي، ونلتقيك في حلقات مقبلة. طبعا المشهد السوداني لابد يتطور أيضا، وأيضا نأمل أن ينحو باتجاه السلام وليس باتجاه المزيد من المعارك. دكتورة أسماء شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا. إذن متابعينا نشكركم على متابعتكم لهذه الحلقة من بودكاست الآن وبعد. كما ذكرنا المشهد السوداني معقد كما استهلينا في المقدمة، هناك العديد من الأطراف، هناك لاعبين في الداخل ولاعبين في الإقليم وفي الخارج كذلك، ولكن الأمل بأن تكون هناك مبادرة تقي السودان وتحمي هذا الشعب من المعارك ومن القتل والدمار اليومي. شكرا على المتابعة، ابقوا دائما برفقة النهار العربي، سنكون معكم بمتابعة في حلقات مقبلة. شكرا لكم.